السلام عليكم، هنتكلم ان شاء الله عن ال variants of rheumatoid arthritis and zero negative arthropathy. يعني ايه variant of rheumatoid arthritis؟ حاجات احنا قلنا شرحنا بالتفصيل الروماتويد arthritis. هناخد بقى بعض الامراض كده اللي بتتشابه مع الروماتويد arthritis في بعض الحاجات وبتختلف معاه في حاجات اخرى، تمام؟ هما مين بقى؟ هما ثلاث حاجات، ثلاث ايتم رئيسيين: الجوجرون سندروم، الجوجرون الاس سايلنت جوجرون سندروم، والفيلتي سندروم، والسيرو نيجاتيف ارثروباسي. يبقى هما ثلاثه اس: جوجرون سندروم، وفيلتي سندروم، والسيرو نيجاتيف ارثروباسي. اول حاجه الجوجرون سندروم. الجوجرون ايه سندروم؟ الاسم الثاني بتاعها الكيراتو كونجنكتيفايتس سيكا، تمام؟ الاسم الثالث بتاعها السيكا كومبلكس. يبقى الجوجرون سندروم او الكيراتو كونجنكتيفايتس سيكا او السيكا كومبلكس، تمام؟ هما نوعين، نوعين، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري يعني معاها اذر الرجي، برايمري يعني هي لوحدها، يعني جايه الون لوحدها، مش معاها مرض تاني كونكتد تيشو. احنا بناخد دلوقتي ايه؟ اوتو اميون ديس اوردر، او كلك او كولاجين ديزيز، او كونكتد تيشو ديس اوردر. اوتو انتي بودي بيتكون، يعني بنسمي المرض ده كونكتد تيشو ديزيز. قال لك الجوجرن سيندروم لو جه لوحده من غير اي امراض تانيه بنسميه برايمري، لو جه مع امراض تانيه بنسميه سكندري، ماشي؟ كنا قلنا في الجنرال سكيم، يا ريت يعني اللي بيسمع الجزء ده يكون سامع الجزء بتاع الجنرال سكيم. كنا قلنا ان من ضمن الثيوري اللي بتفسر حدوث الاوتومين ديس اوردر ان هو جيناتيك بريديسبوزيشن، تمام؟ ان له ايه؟ له حاجه، له صله بالجينات. طب ايه دليلك؟ ان في حاجه اسمها الهيومن ليكوسايت انتيجين، تمام؟ الهلا، الهلا ده له انواع كتيره، وقلنا كل نوع بيختص بمرض معين. النهارده معانا الجوجن سندروم بيختص او اسوشيتد ويز الهاله بي 8 والهاله بي ار 3. يبقى الجوجن سندروم بيبقى معاه الهاله بي 8 والهاله دي ار 3. الحاجات دي مهمه عشان ام سي كيو، تمام؟ طيب في عندنا كده كبيكشر والانفستيجيشن والتريتمنت. يبقى تاني كده، هم الجوجن سندروم ده يا برايمري يا سكندري. برايمري مش معاه امراض ثانيه، سكندري معاه امراض ثانيه كونكتد تيشو، تمام؟ طيب اسوشيتد ويز الهاله بي 8 والدي ار 3. طيب الكلينيكال بيكشر تحشيشه حلوه كده، مش هو اسوشيتد مع الهاله دي ار 3؟ الهاله دي ار 3، التحشيشه الهاله دي ار 3. يبقى كلينيكال بيكشر نختصرها في كلمه الهاله دي ار 3، تمام؟ ال ليمف ادينوباسي وليمفوما، تمام؟ ممكن يحصل ليمف ادينوباسي وايه؟ يعني الليمف نود تكبر يعني، او ممكن ايه؟ يخش على ليمفوما كانسر يعني، ماشي؟ طيب الاي ارثرايتس بس نوت ايروسيف، ما بيحصلش ديفورمتي، وبيبقى بولي ارثروباسي، بياخد اكتر من جوينت. الار طيب عندنا في اول حاجه الاي ارثرايتس. طيب الدي كمان، الاي كمان في الاي ارثرايتس والاي اوتو اميون، الاي ارثرايتس والاي اوتو اميون. من ضمن الاوتو اميون ديس اوردر، مش احنا قلنا ممكن يكون سكندري يعني معاه اذر كونكتيف تيشو ديزيز او معاه اذر اوتو اميون ديزيز؟ طب هم مين بقى الاذر كونكتيف تيشو ديزيز؟ عندنا هيباتيتس، ثايرويد ديزيز، ومايسينيا جريفز. دي كلها امراض اوتو اميون ممكن تيجي مع مين؟ اسوشيشن مع مين؟ مع الجوجن سندروم ده لو كان سكندري يعني. طيب الدي دراي. دراي ايه بقى؟ كل حاجه بتنشف عنده. الجلاند اللي بتطلع افرازات بتضرب، انا بضرب الجلاند اللي بتطلع افرازات، زي مثلا بضرب اللاكريمال جلاند فبيعمل حاجه اسمها الزيروسالميا، جفاف العين. بضرب السليفري جلاند، الغدد اللعابيه، فبيعمل زيروستوميا، البق بينشف. ولما بق لما البق بينشف يبدا يحصل عنده فانجل انفكشن بنسميها الكانديديزس، بالشكل ده كده الكانديديزس. دي ايه؟ بنسميها الاورال ثرش، تمام؟ ممكن يحصل عنده الانجولار كيلايتس، انفلاميشن كده في الانجل بتاع الماوث، الانجولار ايه كيلايتس، ماشي؟ طيب ممكن يحصل ديسفيجيا، ما بيعرفش يبلع. على مستوى الفاجينا برضو في افرازات، في غدد بتطلع افرازات عشان ترطب الفاجينا، كذلك الغدد دي بتضرب فبيعمل ايه؟ دراي فاجينا، بيعمل التهابات. التهابات ايه؟ في الفاجينا. طيب الار رينال تيوبولار اسيلوزس والرينو فينومينا وروماتويد فاكتور. طيب الرينو فينومينا ده عباره عن ايه؟ بيبقى بريفرال فازوسبازم، الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الصوابع، الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الصوابع بتدي يحصل لها فازو كونستريكشن، تمام؟ ان ريسبونس تو كولد كولد الكولد الكولد ويذر، يعني لما تبقى الدنيا ساقعه يبدا ايده تبيض وتحمر بالشكل ده كده، ايده بتبيض وتحمر، بتحصل لنا كلنا تقريبا يعني، الناس كتير ممكن تحصل لهم الحكايه دي. الرينو فينومينا دي بتبقى ايه؟ بريفرال فازوسبازم، بريفرال فازوسبازم ان ريسبونس تو كولد او ايموشنال ستريس، لو اتضايق شويه برضه ممكن يحصل ايه؟ بريفرال فازوسبازم. بيبقى عنده حوالي خمس الوان، خمس الوان، لون ابيض، لون ابيض، ولون احمر نتيجه الاريثيما، ولون ازرق نتيجه الساينوزس، تمام؟ ممكن بعد كده يخش في ايه؟ في الايه؟ الجنجرين. هم اربع الوان، اربع الوان، تمام؟ اربع الوان. يبقى يا اما لون ابيض، يا اما لون احمر بالاريثيما، يا اما لون ازرق ساينوزس، يا اما لون اسود جنجرين، تمام؟ ممكن يحصل سلافينج.
دي بتحصل اكتر في السكليرودرما، هناخدها بالتفصيل في فيديو لوحدها ماشي. طيب ممكن يحصل روماتويد فاكتور، روماتويد فاكتور قلناها المره اللي قلناها في فيديو الروماتيك ارثرايتس، الروماتويد ارثرايتس ده كنا بنقول الروماتيك فاكتور ده عباره عن ايه؟ ده انتي بودي، انتي بودي اجينست الابنورمال انتي بودي، كان بيكون حاجه اسمها الديسفيجرد اميونوجلوبولين، بيتكون ضده اوتو انتي بودي بيضرب الانتي بودي تمام، بنسميه الروماتويد فاكتور ماشي. ده بيبقى 90% من الحالات في حاله الجوجرون اي سندروم تمام. ممكن يحصل حاجه اسمها الانترستيشال لانج فيبروزس، ممكن يحصل البربرا. يبقى الايه يعني الهاله دي ار 3، الايه اللي ريمف ادروبس بلينفوما، والاي ارثرايتس تبقى بولي ارثرايتس نوت ايروسيف، والاي الثانيه اوتو اميون، والار اسمها الدي قصدي الدي دراي، دراي اي، دراي ماوس، دراي فاجينا. طيب الار رينال تيوبولار اسيدوزس، والار رينو فينومينا، والار روماتيك فاكتور روماتويد فاكتور تمام. وعندنا ممكن كمان هنزود ايه الانترستيشال لانج فيبروزس والبربرا ماشي. طيب الانفستيجيشن بعمل له ايه؟ مش احنا قلنا بيضرب الدموع، بيضرب اللاكريمال جلاند، وبيضرب السليفري جلاند. هعمل انفستيجيشن على مستوى اللاكريمال جلاند وعلى مستوى السليفري جلاند. هعمل حاجه اسمها الشريمر تيست، خدناها في الرمد زمان، كنا بنأسس التير فلو، كنا بنأسس بنشوف التير دموع مستوى الدموع كويس ولا لا تمام، بنسميه ايه الشريمر تيست. ممكن اعمل سليت لامب، سليت لامب افحص ايه العين عن بحاجه اسمها الروز بنجال تيست، الروز بنجال ستين، الروز بنجال ستين. ممكن اعمل حاجه اسمها السليفري فلو ميجرمنت، بشوف اللعاب مستوى كويس ولا لا. حاجه اسمها السيالوجرافي، بصور الغدد اللعابيه، بصور ايه الغدد اللعابيه بالشكل ده كده، اسمها السليفري، اسمها السيالوجرافي. ممكن اخد عينه بايوبسي من السليفري جلاند تمام. طيب ممكن يتكون الاوتو انتي بودي، اوتو انتي بودي ادور عليها، مش احنا قلنا الروماتوي فاكتور الار اف ادور عليه، حاجه اسمها الانا الانتي نيوكلير انتي بودي تمام، حاجه اسمها الانتي رو انتي لا، انتي رو انتي لا. يبقى في ثلاثه انتي بودي بيتكونوا روماتوي فاكتور والانا والانتي رو انتي لا. والانتي رو انتي لا لو حصل في واحده بريجننت ممكن يعمل كروس للبلاسنتال بارير ويروح على الطفل يعمل له كونجينيتال هارت بلوك تمام. طيب التريتمنت اعالجه بايه؟ هيدروكسي كلوركين، هيدروكسي كلوركين، اللو دوز كورتيكوستيرويد، ادي له ايمون سبريسيف زي السايكلوسبورين، ازيتبرين تمام، سايكلوبسفامايد. طيب مش عنده جفاف للعين زيرو فصالميا، ادي له حاجه ترطب العين، ادي له ارتفيشال تيرز، اعمل له ادي له سوفت لينس. طيب مش هو عنده جفاف للماوس زيرو ستوميا، طيب ادي له حاجات تزود السليفري جلاند سكريشن، تزود السليفري جلاند سكريشن عن طريق الباراسيمباثوميميتيك، الباراسيمباثوميميتيك بتشتغل على المسكارينيك ريسبتور وتزود السكريشن بتاع مين؟ بتاع السليفري جلاند ماشي. دنتال هايجين، لان ممكن ايه احنا ممكن قلنا ممكن يحصل له الاورال كانديليزس او الاورال ثرش، فلازم ينظف بقه كويس تمام. توبيكال نستاتين، نستاتين ده انتي فانجل، الكود الكود تريمازول ده ايه ده انتي فانجل عشان ايه يمنع مين؟ يمنع مين اللي اسمها ايه الكانديليزس. طيب مش احنا قلنا في دراي فاجينا، في دراي فاجينا في لوبريكانت حاجات مرطبه للفاجينا زي الكي واي جي بي، الكي واي جي بي ماشي. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للجوجرن سندروم. طيب الفيلتي سندروم، الفيلتي سندروم هم ثلاث حاجات، الفيلتي سندروم ارثرايتس يحصل له ارثرايتس، بيحصل له سبلينوميجالي، بيحصل بان سايتوبينيا ديبريشن على مستوى البون مارو، فبيحصل ايه بان سايتوبينيا او اوتو انتي بودي، اوتو انتي بودي اجينست، هو مش ديبريشن، اوتو انتي بودي اجينست الار بي سيز والواي بي سيز والبريدت، فبتعمل بان سايتوبينيا. طيب الدرجه بالشويس الكورتيزون ماشي. ثالث حاجه معانا واكبر حاجه معانا النهارده السيرو نيجاتيف ارثروباسي، السيرو نيجاتيف ارثروباسي او الاسم الثاني بتاعها السيرو نيجاتيف سبوندايلوباسي ماشي. ليه بنسموها سيرو نيجاتيف؟ كنا قلنا الروماتويد ارثرايتس كان في حاجه اسمها الار اف روماتويد فاكتور، كان غالبا بيبقى بوزيتيف في معظم الحالات، بوزيتيف في معظم الحالات. لا هنا بقى هيبقى روماتويد يعني عنده التهاب في المفصل، بس لما اجي اقيس الروماتويد الروماتيك فاكتور، الروماتويد فاكتور ده هلاقيه نيجاتيف، هلاقيه مش موجود اصلا تمام. عشان كده بنسميه السيرو نيجاتيف، سيرو نيجاتيف عشان نيجاتيف ار اف ماشي. طيب كنا قلنا بنعمل ايه ديسكريبشن او بنشوف الديستريبيوشن بتاع الجوينت، بنشوف هو ضرب كام جوينت، ضرب جوينت سنترال ولا بريفرال، وبنشوف الاسيمتري هو على ناحيتين زي بعض ولا لا، كنا قلناها زمان في الجنرال سكيم. طيب الستيرو نيجاتيف بيحب يضرب السنترال جوينت، يعني بيضرب الفيرتبرال كولم، يضرب الساكرو ايليك جوينت اكتر من الاكستريمتس، اكتر من البريفرال، اسيمتريكال يعني ناحيتين مش زي بعض، على ناحيتين مش زي بعض، رايت وليفت مش زي بعض ماشي. كمان اسوشيشن مع الهاله بي 27 اكسبت البهس ديزيز، اسوشيشن مع مين؟ مع الهاله دي خمسه ماشي. ممكن عنده ريد اي وإرسيما وانسيسايتس، انسيسايتس ده انفلاميشن في التندون، انفلاميشن في ايه؟ في التندون، بتاع الانفلاميشن في ايه؟ في التندون تمام. يبقى الار اف نيجاتيف بيضرب السنترال جوينت اكتر من البريفرال جوينت، يبقى اسيمتريكال اسوشيتد مع الهاله دي 27 اكسبت بهزه الهاله دي خمسه والريد اي والإرسيما والانسيسايتس. طيب هم مين بقى؟ هم مين السيرو نيجاتيف دول؟ هم الحبه دول كده، الرياكتيف ارثرايتس والبيهست ديزيز، الانكيلوزنج سبونديلايتس،
الانتيروباسيك ارثرايتس، السورياتريك ارثرايتس، والويبل سندروم، والجيفانايل اوديوباسيك ارثرايتس. ماشي، في الفيديو ده هنتكلم عن الثلاثه دول. طيب الرياكتيف ارثرايتس، الرياكتيف ارثرايتس او بنسميها الرايتر ارثرايتس، الاسم الثاني بتاعها الرايتر ارثرايتس، هي سترايد، نسميها سترايد انفلاميشن، يعني مش ما فيش بكتيريا، هي فولوينج البكتيريا. يعني ايه؟ البكتيريا بتيجي بعد ما البكتيريا بتخلص، يعني الانفكشن بيخلص، بيكون اوتو انتي بودي، بيكون اوتو انتي بودي ويعمل ارثرايتس. تمام، طب مين الانفكشن اللي بتبقى موجوده؟ اليورو جينيتال، بنسميها الكلاميديا. تمام، تضرب اليورو جينيتال سيستم، ممكن يحصل ايه؟ سالمونيلا انفكشن او الشيجيلا او اليرزينيا. بعد ما يحصل انفكشن بالحاجات دي يحصل الاوتو انتي بودي، الاوتو انتي بودي تعمل ايه؟ تعمل إيه؟ ارثرايتس. طيب ممكن يكون ارثرايتس بس، ممكن ارثرايتس ومعاه حاجه كمان. طيب لو ارثرايتس ومعاه حاجه كمان بنسميها الرايتر سندروم. تمام، يبقى رايتر سندروم، سندروم يعني متلازمه، يعني اكتر من حاجه مع بعض، بيبقوا ثلاث حاجات: ارثرايتس، يوريسترايتس، سيستايتس، والكونجنكتيفايتس. كانت سي، كانت بي، كانت كلايف ذا تري. كانت سي ما بيشوفش، ما بيشوفش ليه؟ عشان في التهاب، التهاب في ايه؟ في الكونجنكتيفا، بنسميها ايه؟ الكرات، اسمها بنسميها الكونجنكتيفايتس. تمام، مش عارف يمشي ليه، مش عارف يتمم. كان سي، كانت بي، كانت بي، كانت بي يعني ايه؟ مش عارف يعني يعمل يورينيشن، مش عارف يتبول. يعني ليه؟ عشان في يوريسترايتس وسيستايتس، انفلاميشن في اليوريسترا واليورينري بلادر. الارثرايتس مش عارف، كانت كلايم ذا تري، كانت كلايم ذا تري عشان في ارثرايتس، بيبقى لارج، بيحب اللارج جوينت، بيحب اللارج جوينت زي النيه مثلا، بيبقى اسيمتريكال، عن ناحيتين مش زي بعض، بيبقى اوليجو ارتيكولار يعني متعدد المفاصل، وبريفرال، بريفرال اكتر من سنتر. تمام، طيب الانفستيجيشن احنا شرحناها في الجنرال سكيم، هنقول الانفستيجيشن اللي احنا قلناها في الجنرال سكيم بالتفصيل، بس لما اجي اعمل كلتشر الاقيها نيجاتيف، لان احنا قلنا الانفكشن بتخلص. انا كل الفكره ان اوتو انتي بودي بيتكون بعد الانفكشن. التريتمنت برضه نفس الحكايه، نفس التريتمنت العادي بتاعنا قلناها في الجنرال سكيم، زائد الانتي بايوتيك، زائد مين الانتي بايوتيك دي الرياكتيف ايه؟ ارثرايتس. كانت سي، كانت بي، كانت كلايم ذا تري. ماشي، طيب البيهس ديزيز، البيهس ديزيز ده عالم تركي، عالم تركي اسمه بهجت اكتشف المرض ده، اسمه بهست يعني بهجت، يعني بيهس ديزيز او اسمه الثاني بتاعه السيلك رود ديزيز. تمام، هو بيحصل سيستميك فاسكولايتس، انفلاميشن على مستوى البلاد فيسل. تمام، اسوشيت معنى الهلا، الهلا بخمسه، الهلا بخمسه. طيب اي حد ما عندي كده يعرف يشخص البيهس؟ لا، في دايجنوستيك كرايتيريا، في حاجات لازم تبقى متواجده في الشخص ده عشان اقول ان عنده بيهس ديزيز. الاورال افسوس السر، السر موجوده في الماوس، الاورال افسوس بينفول السر ثلاث مرات او اكتر، يعني اتليست ثلاث مرات بالشكل ده كده، الاورال ابسس السر. الاورال ابسس السر. تمام ماشي، بيحصلوا كمان جينيتال السر. تمام، بيحصل انتيريور يوفيتس، انفلاميشن في اليوفيال تراكت، بيحصل ريتينال فاسكولايتس، بيحصل انفلاميشن في البلاد فيسل بتاع الريتينال اللي هو الريتينال ارتري. تمام، بيحصل بلايندنس، بيحصل كمان السكين، على مستوى السكين بيحصل حاجه اسمها الاريثيما نودوزم، الاريثيما نودوزم حته حمراء كده بالشكل ده كده، الاريثيما ايه؟ نودوزم. ماشي، بيحصل كمان ارثرايتس. طيب وبيحصل فاسكولايتس، فاسكولايتس انفلاميشن في البلاد فيسل. لما يحصل انفلاميشن في البلاد فيسل، اللي احنا قلنا البلاد فيسل بيبقى متكون من ايه؟ بحاجه اسمها التونيكا انتيما، عباره عن ايه؟ اندوثيليال سيلز، وحاجه اسمها ايه؟ التونيكا ميديا. التونيكا ميديا عباره عن ايه؟ سموث مسل. تمام، والتونيكا ادفنتيشيا عباره عن ايه؟ كونكتد تيشو. يبقى التونيكا ميديا والتونيكا ادفنتيشيا والتونيكا ايه؟ والتونيكا انتيما. تمام، طبقه داخليه وطبقه وسطى وطبقه خارجيه. طيب لما يحصل انفلاميشن في الوول بتاع البلافسل، انا بضرب التينيكا ميديا وبضرب التينيكا انتيما، فيحصل الويكنس، ويكنس في الايه؟ في الوول بتاع الارتري، فيحصل ايه؟ بيبظ لبره بالشكل ده، يبدا يحصل انوريزم، يبدا يحصل ايه؟ انوريزم، نتيجه ان الوول بيضعف. تمام، بيحصل ثرومبوزس لان بضرب الايه؟ الانتيما. طيب السي ان اس، ممكن يحصل اسيبتيك مينينجايتس، ممكن يحصل ستروك، ممكن يحصل اتاكسيا، تضرب الكرينيال نيرف، على مستوى الكارديو باسكولار تضرب الكورونري، تعمل فاسكولايتس في الكورونري. تمام، يعمل ايه؟ بريكارديتس. تمام، الجي اي تي تعمل السر على مستوى التيرمينال اليوم، وعلى مستوى كام؟ وعلى مستوى السيكم. طيب الانفستيجيشن برضو العادي هنقولها من الجنرال سكيم بتاعتنا. تمام، التريتمنت هديله نون ستيرويدال، اديله ستيرويد، اديله كولشيسين، اديله سايكلوسبورين عشان الالسر والانتيريور يوفيتس. يبقى اديله ايه؟ ستيرويد وكولشيسين وسايكلوسبورين عشان الالسر والانتيريور يوفيتس، اديله انتي كواجولانت عشان الثرومبوزس، اديله انتي تيومر نيكروزس فاكتور، انتي تيومر نيكروزس فاكتور عشان ايه؟ اقلل الاوتو اميون ديس اوردر، اقلل الاوتو اميون رياكشن. ماشي، في حاجه اسمها الباثولوجي تيست، الباثولوجي تيست، نبص هنا كده، الباثولوجي تيست انا بايه؟ باجي للعيان واشكه، اشكه بابره، اشكه بابره، المفروض الحته دي تحمر، مكان الابره بتحمر، بقيس الحمار ده، بقيس الدايمتر بتاعه، واشوفها اتكونت امتى؟ دايما بتبقى 2 مللي متر اندايمتر، 2 مللي اندايمتر
تمام، بتتكون بعد كام؟ بعد 48 ساعة. بنسموا الحكاية دي ايه بعد كام؟ 48 ساعة، بنسموه الباثولوجي تيست. يبقى بوزيتيف باثولوجي تيست، يبقى بشك بإبرة الحتة اللي بتحمر، بقيس الحمار ده غالبا بيبقى 2 ملم دايمتر بعد 48 ساعة، بنسميه كام؟ بنسميه الباثولوجي تيست. طيب آخر حاجة معانا الانكيلوزنج سبونديلايتس. انكيلوزنج سبونديلايتس طيب بيبقى كرونيك سيستميك انفلاميشن للاكزيال سكيلتون، بيضرب مين؟ بيضرب الفيرتبرال كولم وبيضرب الساكرو ايليك جوينت. الساكرو ايليك جوينت تمام، اللي ما بين عظمه الحوض وعظمه ايه الساكرام. تمام، بيجي في الميل اكتر، بيجي في الميل اكتر من الفيميل. ماشي طيب الكلينيكال بيكتشر كلهم بحرف الاي، الاي سي ماشي، الاي سي الاي ارثرايتس والاي اكيل ستندنايتس. في تندون اسمه تندون اكيل تمام، موجود في الكعبه ده تمام، بيحصل انفلاميشن في التندون ده، تندون اكيل اكيل ستندنايتس. اكيل ايه ستندنايتس، يحصل حاجه اسمها الاطلانتو اكزيال سبلكسيشن، الاطلس والاكزيز اللي هم ايه السي 1 والسي 2 اول وثاني سيرفايكال فيرتبري، بيحصل ايه سبلكسيشن، المفصل ما بينهم بيحصل فيه انزلاق، بنسميه الاطلانتو اكزيال سبلكسيشن بالشكل ده كده، اطلانتو اكزيال سبلكسيشن ماشي. بيحصل كمان الانتيريور يوبيايتس، انفلاميشن في اليوريال تراك على مستوى الاي. طيب بيحصل اورتيك ريجيرج، بيحصل ايبيكال بالمونري فيبروزس، يعني فيبروزس في الايبكس بتاعت اللنج. طيب بيحصل كرونيك بروستايتس، انفلاميشن في ايه في البروستات، عشان كده في ميل ماشي. طيب الكودا ايكوينا سندروم، بيضرب الكودا ايكوينا الحته اللي في الاخر السبان كود بنسميها الكودا ايكوينا، شويه اعصاب كده في الاخر تمام، ممكن اخذناها في البارابليجيا في النيورو ماشي ماشي. طيب الانكيلوزيك سبونديلايتس، الارثرايتس هنوصفه، مش احنا قلنا بيحصل ارثرايتس واحنا بنتكلم على الارثرايتس هناخده ايه بالتفصيل. طيب البريفرال والاكزيال، بيضرب البريفرال جوينت وبيضرب الاكزيال جوينت. البريفرال جوينت بيبقى اسيمتريكال عن ناحيتين، عن ناحيتين مش زي بعض واسنتري فيوجل تمام. طيب الاكزيال بيحصل ايه ساكرو اليايتس، بيضرب الساكرو اليك جوينت بالشكل ده كده، بيضرب ايه الساكرو اليك جوينت اهو، بيحب الجوينت ده ايه المفصل اسمه ايه ساكرو اليك جوينت، ما بين الساكرم وما بين ايه ما بين الاليوم ماشي. طيب بيحصل ايه باك بين، وجع في الظهر، وجع ايه في الظهر مورنينج ستيفنس، ظهره بيبقى قافش بالذات الصبح، بالذات ايه الصبح تمام، لان الانفلاماتوري اكسريت وال اسمها ايه الانتيجن انتيجود رياكشن والاميون رياكشن ده بيتكون بالليل، لما يجي يصحى يلاقي ظهره قافش، ظهره ايه قافش مورنينج ستيفنس، بتمرور مع الاكسرسايز ما يبدا يتحرك الاديما دي تخف شويه فيبدا ايه يفك شويه والوجع يقل تمام، يبقى مع الاكسرسايز والموفمنت بتبدا تقل شويه. بيحصل ايه بتضرب، يضرب السباين، يضرب السيرفايكال فيرتبري واللمبر فيرتبري والثوراسيك فيرتبري، ويضرب السكرم تمام، يحصل سباينال ريستريكشن يعني بتضرب كل السباين. على مستوى البوستشر يعني الوضع بتاعه، وضع بتاع ظهره، ممكن يحصل له اتب كيفوز، ممكن يحصل له ايه لمبر لوردوزس، يبقى ايه كيفوزس ولوردوزس بالشكل ده كده، كيفوزس ادي كيفوزس، كيفوزس اه اتب لوردوزس بيبوظ الناحيه الثانيه كده تمام، يعني دي اتجاهها كده ودي اتجاهها كده تمام، برضه نفس الحكايه اهو، ادي هنا كيفوزس هنا لوردوزس ماشي. ممكن كمان يضرب عندنا الضلع الرب دي ازاي، بيجي من ورا من عند الفرتبري ويطلع قدام يمسك بالاسترنا. طيب في جوينت، في مفصل ما بين الضلع وما بين الفقره بنسميه الكوستو فيرتبرال جوينت، الكوستو فيرتبرال جوينت، الكوستو فيرتبرال جوينت ده بيتضرب، لما يضرب يحصل في التهاب يعني، يجي الشيست يعني يحصل فيه اكسبانشن اثناء الانسبيريشن ما يعرفش يعمل ايه ليميتد شيست موفمنت نسميه ديكريس الشيست وول اكسبانشن. طيب في حاجه اسمها ايه الفليكشن اتيتيود، الفليكشن اتيتيود بالشكل ده كده، فليكشن ايه اتيتيود ماشي. طيب في حاجه اسمها كمان ايه الشروبر تيست، الشوبر تيست ايه، انا بوقف العيان واقيس المسافه من تحت من عند اسمها ايه من عند اسمها ايه تحت كده لحد ايه فوق كده، تقريبا دي بتبقى 10 سم، المسافه دي بتبقى 10 سم تمام، واخليه يتني ظهره، اخليه يتني ظهره، الشريط ده الشريط ده انا بشوفه وصل لكام، المفروض بعد ما يتني ظهره، بعد ما يتني ظهره يوصل كام 15 سم تمام، فرضا ان هو ما وصلش 15 سم، وصل مثلا 13 سم، يبقى اذا في ايه، في ليميتيشن للموفمنت، في ليميتيشن للموفمنت، لما يحصل ليميتيشن للموفمنت معناه ان الفقرات فيها مشكله، ان الفقرات فيها ايه، فيها تصلب او فيها تحجر، في انفلاميشن في الفقرات دي تمام، لانه مش عارف المفروض ان المسافه دي تزيد لحتى توصل ل 15 اقل حاجه.
طب وصلت ما وصلتش ل 15، وصلت مثلا 13 او 12 بس، يبقى في مشكله في الفقرات بالشكل ده كده. بقيس المسافه دي كده تمام، هلاقيها المفروض تزيد تمام، توصل يعني مثلا لو دي 10 غالبا تبقى 10، أو توصل لحد 15، توصل لحد ايه 15. في حاجه اسمها الجنسلين ساين بالشكل ده كده، بخليه يتني ايه، يتني الهب بتاعه تمام. دي موجوده في العملي، عايز اعرف بس الشكل اللي ايه، شكل التيست ده اسمها الجنسلين ساين، الجنسلين ساين ماشي. الانفستيجيشن انا بعمل ايه في الانفستيجيشن؟ الاكس راي على مستوى الساكرو ايليك جوينت بيبدا يحصل فيه ايروجن، بيتاكل بالشكل ده كده. لو جينا بصينا على الساكرو ايليك جوينت هنلاقيه متاكل تمام. طيب السباين، الفقرات نفسها بقى، الفقرات نفسها في الاول بيبقى سكوير شيب. لو انا عندي الفقره كده، العظمه دي بتتاكل، تبدا تتاكل لحد ما توصل تبقى ايه بالشكل ده كده، ودي تتاكل لحد ما توصل بالشكل ده كده، تبقى بالشكل ده، تبقى سكوير شيب. من كتر ما اتاكلت من الجناب بتبقى سكوير شيب دي تو ايروجن للكورنر، الكورنر بتاعتها بتتاكل تمام. طب في بعد كده بيحصل اوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن الجسم بيحاول يعوض، النقص ده. يعني مثلا الحته دي اتاكلت، يبدا الجسم يعمل ايه، نيو بون فورميشن، تبدا الحته دي تتبين شويه. الحته اللي اتبنت دي بيسموها السندزموفايت. السندزموفايت بتتبين ازاي؟ في عندنا الاوستيوفايت، وسندزموفايت. اوستيوفايت وسندزموفايت. الاوستيوفايت العظم بيتبني من الجناب هوريزونتال، السندزموفايت العظم بيتبني من فوق فيرتيكال. حتى كده بنسميها السندزموفايت، ودي بنسميها الاوستيوفايت. اللي هنا اللي بيحصل في الانكيلوزنج السندزموفايت. فلنتخيل كده ان انا عندي فقر تمام، وادي فقر، في هنا غضروف، في هنا غضروف في النص تمام. العظمه ميجي اتنين هيتبني كده بالطول، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تصلب، الفقره هتمسك في بعضها، الفقرات هتمسك في بعضها. من المفترض ان في هنا غضروف، عشان لما اجي اتنس ظهري او افرد او كده، يبقى في ايه، في يعني بياخد ويدي معايا دلوقتي. ايه، انا خلت الظهر يتحجر، ينشف، ليه؟ نتيجه للسندزموفايت اللي اتكونت دي، هتعمل تصلب في الايه، في الظهر تمام. كمان في حاجه اسمها اللونجيتيودنال ليجمنت، بيحصل فيه اوسيفيكيشن، بيعمل حاجه اسمها البامبو سباين. لو انا جيت بصيت هنا كده، ادي السندزموفايت، ادي الحته اللي اتاكلت، لما الحته دي اتاكلت حصل فيه ايه، السندزموفايت. السندزموفايت بدات تتعمل بالطول بالشكل ده كده. لو جينا بصينا هنا كده، ادي الاوستيوفايت، اهي من الجناب، السندزموفايت بالطول، ماشي. هيبقى ايه، يصبح بالشكل ده كده، بيسموه البامبو سباين. البامبو سباين ليه؟ لانه ايه، بقى شبه الشجر بتاع البامبو ده، بامبو، سباين تمام بالشكل ده ماشي. طيب ممكن اعمل ايه؟ اللاب هدور على الهلبي 27، الروماتويد فاكتور نيجاتيف، الاي اس ار والسي ار بي عالي، الالكالين فوسفاتيز عالي، التريتمنت العادي بتاعنا بالاسكيما، وانصحه يعمل ايه، رياضه السباحه، السباحه بتظبط، تمام، تبدا تظبط الاتيتيود بتاعه. دايما هو ايه، تاني صدر، تاني ظهره كده عنده اتب، قال لك لما السويمنج دي، لما يمارس رياضه السباحه يبدا ايه، ظهره يتظبط تمام. سيرجري ممكن اعمل هيب ريبليسمنت، او ممكن اعمل حاجه اسمها الفيرتبرال اوستيوتومي.